مساء الخير، نتابع معاكم محاضرات الكيمياء الغير عضوية 2 لطلبة الجامعة الأردنية. رح نبدأ اليوم نحكي عن البوندينج في الديب لوك ميتال كومبلكسز، وهاي المحاضرة بشكل خاص رح نركز على الفالنس بوند ثيوري. التركيز في البوندينج ثيوريز بشكل عام رح يكون على الفيرست رو من الديب لوك ميتالز، لانهم الموست سكسسفول يعني بشكل عام، يعني بنطبق عليهم الثيوريز اكثر من السكند والثيرد رو. كمان نقطة عامة انه البوندينج في الديب لوك ميتالز ما بيختلف بشكل اساسي كبير عن الاذر كومباوندز، يعني في تشابه كبير بين البوندينج ثيوريز في الديب لوك ميتالز وفي البي بلوك ميتالز اللي حكينا عنهم في N1. زي ما حكينا راح نحكي عن الابلكيشنز في الالكتروستاتيك موديل، وكمان راح نحكي عن الفالنس بوند ثيوري، وراح نحكي عن المولكيولار اوربيتال ثيوري. لان النقطه الاساسيه في البوندينج في الدي اللي هم الدي اكس زد والدي اكس واي والدي واي زد، وحكينا هذول بيكونوا يعني مثلا دي واي زد هذا بيكون بين الواي وبين الزد اكسس، الدي اكس واي حكينا بيكون بين الاكس وبين الواي اكسس، هذا والدي اكس زد بيكون بين الاكس وبين الزد اكس. هذول الثلاث اللي هون هذول عباره عن جروب بنقسمه، اذا الدي اوربيتلز بنقسمهم لقسمين، هذا الجروب الاول اللي هم بين الاكسس، والجروب الثاني اللي هم الدي زد تربيع والدي اكس تربيع ماينس واي تربيع، وحكينا هذول بيكونوا على الاكسس، يعني الدي زد تربيع حكينا هذا بيكون على الزد اكسس، والدي اكس تربيع ماينس واي تربيع بيكون على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس. اذا هاي النقطه الاساسيه اللي بتسبب اختلاف في البوندينج ثيوريز. الان طبعا الخمسه اوربيتلز هذول لما يكون الليجند فري بيكونوا دي جنريت زي ما تعلمنا، يعني بيكونوا الخمسه اوربيتلز هذول لهم نفس الانرجي، ولكن لما نحطهم في لما نحط يعني نعمل كومبلكسيشن مع ميتال بصير لهم سبليتنج، يعني سبليت بنقسمه لقسمين اللي حكينا عنهم، الثلاثه تبعات اللي هم بين الاكسس والاثنين اوربيتلز اللي بيجوا على الاكسس. التايب اوف سبليتنج والماجنتيود اوف سبليتنج، يعني نوع السبليتنج، كيف يعني نوع السبليتنج؟ يعني اذا كان السبليتنج اللي راح يصير عندنا انه هيك، راح يصير عندي 1 2 3 4 5 في نوع من المركبات، وممكن يكون السبليتنج هيك 1 2 1 2 3، هذا التايبس اوف سبليتنج. الان الماجنتيود اوف انرجي ديفرنس، يعني الفرق في الانرجي ما بين الثلاثه هذول والاثنين اللي في الاعلى، او الفرق بين هذول، هاي في انرجي، فرق في الانرجي، هل الانرجي الفرق في الانرجي كبير ولا صغير؟ اذا التايبس اوف سبليتنج يعني نوع السبليتنج 3 2 ولا 2 3، والكمية السبليت كمية الانرجي او الفرق في الانرجي بين الجروبس هذول اللي بيحددوا الارينجمنت والنيتشر للليجنز، يعني طبيعة الليجنز وطبيعة ترتيب الليجنز. هذا الحكي رح ناخذه بالتفصيل لاحقا في الكريستال فيلد ثيوري. طبعا الخصائص المغناطيسية الماجنتيك بروبرتيز والالكترونيك سبكترا تنعكس بشكل اساسي او تتغير بطبيعة السبليتنج وطبيعة الليجنز. هذا الحكي كله راح نحكيه لاحقا. الان اذا هون حكينا ال 5 دي اوربيتلز هذول الخمس انواع. الان هذا السلايد هون الاشي الاضافي الجديد عندي هون انه اصلا يعني انا حكينا هاي الثلاثة اوربيتلز هذول بين الاكسس، وعندي 2 اوربيتلز هذول بيجوا على الاكسس. الان هون بدنا نحكي عن هاي الرسمة اللي تحت تحكي لي عن الديز التربيع، انه هذا الديز التربيع اصلا جاي من لينير كومبينيشن ما بين الدي اكس تربيع ماينس واي تربيع، وعفوا الدي زد تربيع ماينس واي تربيع والدي زد تربيع ماينس اكس تربيع. يعني هذول الاثنين عملنا لهم لينير كومبينيشن، تتذكروا اللينير كومبينيشن عملناه في الاتوميك اوربيتلز، لان للبي وللاس وللدي، لان اذا عملنا لينير كومبينيشن ما بين هذا الاوربيتل وهذا الاوربيتل اللي هو دي زد تربيع ماينس واي تربيع، طبعا اذا تربيع بده يكون على الاكسس، يعني دي زد تربيع ماينس واي تربيع بده يجي على الزد وعلى الواي، ودي زد تربيع ماينس اكس تربيع بده يجي على الزد وعلى الاكس. اذا عملنا لينير كومبينيشن بين هذول الاثنين، دخل الاوربيتلز على بعض
فهذول راح ينتج عندي هذا الشكل اللي هو الديز التربيعي بنسميه. يعني احنا ما بنستخدم هذول الاثنين، بنستخدم فقط الديز التربيعي اللي هو لينير كومبينيشن ما بين هذول الاثنين. الآن السبليتنج هذا اللي بيصير بعطيني نوعين من المركبات. النوع الأول يعني بنسميه هاي سبين كومبلكسز، والنوع الثاني بنسميه لو سبين كومبلكسز. الآن إذا عندي أنا 6 إلكترونات في دي أوربيتال، فكيف بنوزعهم؟ حكينا طبعا هذا إذا كان فري أيون، فعندي أنا 5 أوربيتال زي 1 2 3 4 5، هذول دي جنريت لهم نفس الطاقة. فلما أوزع 6 إلكترونات فيهم بوزع 1 2 3 4 5، وبعدين بعمل بيرنج للسادس، لأن هذا في حالة كان عندي فري أيون. طبعا هذول الهاي سبين واللو سبين هم يعني انعكاس ل كمية أو عدد الإلكترونات المفردة في المركب. يعني لما يكون عدد الإلكترونات المفردة أكثر بنسميه هاي سبين، وإذا كان عدد الإلكترونات المفردة أقل بنسميه لو سبين. طبعا هذا مختلف عن بارامغنتيك ودايمغنتيك. البارامغنتيك إذا كان في المركب أو في التوزيع الإلكتروني إلكترون مفرد واحد على الأقل بنسميه بارامغنتيك، أما في حال كان كل الإلكترونات عاملين بيرنج زي هيك فهذا بنسميه دايمغنتيك. هون الهاي سبين واللو سبين يعني بيحكي لي عن عدد الإلكترونات المفردة أكثر أو أقل. طبعا بنحد الطريقة عمليا نستطيع أن نحدد عدد الإلكترونات المفردة باستخدام الماجنتيك داتا. نعمل يعني الماجنتيزم وبنعمل ميجرمنتس، نشوف المغناطيسية عالية ولا واطية وبنقارن. إذا الأرينجمنت للست إلكترونات لما يكون عندي فري أيون بيكون بهذا الشكل. الآن نتطلع على، إذا حكينا الآن الست إلكترونز هذول لما وزعناهم في الدي أوربيتال، إذا كان بغض النظر أوكتاهيدرال أو لا يعني، لكن عندي أنا هون أوكتاهيدرال كومبلكس، فأنا عندي لما أوزع الإلكترونات ممكن يكون المركبات اللي هم أوكتاهيدرال والتوزيع الإلكتروني تبعهم دي 6، نوعين من المركبات ممكن يكون موجود. النوع الأول بيكون البارامغنتيك، وهذا النوع بيكون السكس إلكترونز موزعين زي ما حكينا قبل شوي، إنه بيكون عندي دي جينيريت دي أوربيتلز، فبنحط الإلكترونات بهذا الشكل. الآن ممكن إذا صار سبليتنج فبصير عندي، إذا عملنا سبليتنج الأوكتاهيدرال سبليتنج بصير 1 2 3 وبعدين 1 2، يعني الخمسة دي أوربيتلز ببطلوا دي جينيريت، فبصير الست إلكترونات لازم أعبيهم بالأول تحت الثلاثة أوربيتلز هذول 1 2 3، بعدين برجع بعمل بيرنج 4 5 6. السبب إني ما عبيت إلكترونات هون في هذول التو أوربيتلز إنهم هذول أعلى بالإنرجي، فالآن هذا صار اسمه دايماجنتيك، أو في الحالة تبعتنا هون راح نسميه، هذا بنسميه هاي سبين وهذا بنسميه لو سبين. الآن هذا بشكل عام، رح نرجع نحكي بتفصيل أكثر عن الهاي سبين واللو سبين. الآن بدنا نحكي على الفالنس بوند ثيوري في الدي بلوك ميتال كومبلكسز اللي هو تركيزنا في المحاضرة هاي. احنا في الفالنس بوند ثيوري كنا نعمل هايبريدايزيشن، فإذا كان عندي حكينا عملنا اس بي هايبريدايزيشن بكون لينير، اس بي 2 تراجونال بلانر، اس بي 3 تتراهيدرال، SP3D ممكن يكون تراجونال باي بيراميدال غالبا، وفي كيسز بيكون سكوير بيراميدال، SP3D2 بيكون اوكتاهيدرال، وحكينا السكوير بلانر بيكون SP2D. الآن نفس هذا الهايبريدايزيشن راح نشوفه في الدي بلوك ميتلز، راح نشوفه في السلايد، في سلايد من السلايدات القادمة في تيبل، ونحكي عنه كيف يعني راح نطبقه. طبعا هم نفسهم بنطبقهم على الدي بلوك ميتلز، ممكن يكون في اختلافات بسيطة رح نحكي عنها. لأن هذول السلايدين اللي بدي أحكي عنهم هذول من الـ N1، احنا حكينا لما نعمل هايبريدايزيشن مثلا PF5 نرسم لوس ستراكشر للـ PF5 بطلع عندي الصيغة العامة AX5. إذا عندي 5 أوبجيكتس معناته التهجين لازم يكون SP3D. نيجي على الفالنس إلكترونز تبعت الفوسفورس،
بنوزعهم بنشوف انه توزيع الكتروني 3s2 هذول الفالنس الكترونز، بعدين 3p3 حكينا هون عندي فقط ثلاث الكترونات مفرده، انا عندي خمسه بوندز معناته لازم يكون عندي خمس الكترونات مفرده، فاذا حكينا بنعمل بروموشن بصير الوضع عندي هيك، يعني بنستغل المركب بيستغل وجود الدي اوربيتال عنده فبنعمل بروموشن بصير عندي خمس الكترونات مفردات. هذا الان في حاله الاليمنت، ولكن احنا بدنا او حكينا في حاله الاتوميك اوربيتالز عفوا، وهون الان احنا حكينا الاوربيتالز هذول بدنا نعملهم هايبريدايزيشن، فبنعمل هايبريدايزيشن بين الاس و3 بي و1 دي فبطلع عندي 5 اس بي 3 دي اوربيتالز. الاس بي 3 دي اوربيتالز اذا حكينا هذول الاس مع 3 بي هاي اس بي 3، والدي اوربيتالز حكينا هذول 5 اوربيتالز، ولكن هذا المركب بما انه ترايجونال باي بايراميدال الجيومتري تبعته فراح يستخدم الدي زد تربيع. الان حكينا اذا كان المركب كمان اي اكس 5 ولكن سكوير بايراميدال كمان التهجين راح يكون اس بي 3 دي، ولكن الدي اوربيتال هون راح يكون الدي اكس تربيع ماينس واي تربيع بناء على الجيومتري، يعني اللي هو الاوربيتال اللي راح يستفيد منه المركب بالاستفادة القصوى للبوندي. إذا كان المركب عندي أوكتاهيدرال زي الـ SF6 هذا AX الصيغة العامة تبعته، والـ AX حكينا يكون SP3D2. السلفر هاي الفالنس بوند توزيع الفالنس بوند الكترونز عندي 2 unpaired electrons، أنا عندي 6 بوندز إذا لازم أعمل بروموشن للإلكترونين بصير عندي الأتوميك أوربيتالز هيك البروموتد. الان نعمل هايبريدايزيشن بين كل هذول الاوربيتلز نحصل على اس بي 3 دي 2 6 اوربيتلز تهجين كل واحد فيهم اس بي 3 دي 2. وفي هاي الحاله حكينا راح نستخدم ال 2 ديز التربيع والاكس تربيع ماينس واي. الان هذا التيبل كنا نحكي عنه الهايبريدايزيشن، حكينا عن اللينير لما يكون كوردينيشن نمبر 2 3 4 5، حكينا نوعين ممكن يكون تراجونال باي بايراميدال او سكوير بيس بايراميدال. الان في الاوكتاهيدرال حكينا يكون اس بي 3 دي 2، كمان اخذنا احنا في الكيبرت موديل اللي هو لما يكون كوردينيشن نمبر 6 في حاله الدي بلوك ميتالز ممكن يكون تراجونال بريزم او بريزماتيك. وفي التراجونال بريزم في عندي ممكن نوعين من التهجين اس دي 5 هذا ما بدنا نحكي عنه، ولكن كمان عندي بيكون اس بي 3 دي 2 يعني زي الاوكتاهيدرون. الان اذا هذول السته لازم نعرفهم، سبعه كمان بدنا نعرف البنتاغونال باي بايراميدال. التهجين راح يكون عندي هون هذا جديد علينا في هاي الحاله راح يكون اس بي 3 دي 3. بكفي هذول لحد السبعه يعني هذا كافي بالنسبه لنا. الان مثلا اذا طلعنا على الكيوبيك فقط للعلم يعني هذا الكيوبيك ستراكشر كوردينيشن نمبر 8 التهجين بدخل فيه الان الاف اوربيتال. طبعا اي اوربيتال يدخل واي دي يدخل واي بي يدخل حكينا هذا بيعتمد على الجيومتري والاورينتيشن للاوربيتالز بحيث انه المركب يستفيد من الاوربيتال بشكل اكبر ما يمكن. الان راح نطبق الفالنس بوند ثيوري على خمس مركبات ونشوف كيف الفالنس بوند ثيوري هل بتنطبق كويس زي على الدي بلوك ميتالز او الدي بلوك كومبلكسز زي البي بلوك كومبلكسز اللي درسناهم ولا لا. هي في الحقيقه طبعا ملخص الكلام انها احيانا تنطبق احيانا لا، فبالتالي الموديل هذا ما بيكون كثير كويس نعتمده للبوندينج في الدي بلوك ميتالز. خلينا نشوف كيف بنطبق كيف ما بنطبق. في الكيس الاولى راح نحكي عن اوكتاهيدرال كومبلكسز مركبين، واحد منهم D3 كومبلكس اللي هو كروميوم والثاني راح يكون D5 كومبلكس. بعدين راح نحكي عن نيكل كومبلكس، وهذا النيكل كومبلكس ممكن يكون تتراهيدرال ممكن يكون مركب اخر يعني برضه نيكل D8. كلهم هذول الثلاث مركبات التتراهيدرال والاوكتاهيدرال والسكوير بلانر هذول كلياتهم بيكونوا D8 ونيكل كومبلكس ولكن ديفرنت ليجنز. الان طبعا في حالة الاوكتاهيدرال حكينا بكون عندي الاوربيتلز هم اللي بيدخلوا في الهايبريدايزيشن هياتهم. هاي الاوكتاهيدرال بدخل عندي الاس و3 بي والدي زد تربيع والدي اكس تربيع ماينس واي تربيع.
طبعا نقطة كثير مهمة هون انه في الهايبريدايزيشن هون انه الاوربيتالز هول ماست بي ان اوكيبايد، يعني لازم يكونوا امتي عشان يستقبلوا 6 الكترون بيرز من الليجندز. لانه احنا حكينا اصلا البوندينج في الميتال مع الليجند، سواء كانت هاي الليجند ال او اكس، يعني كانت نيجاتيفلي تشارجد او نيوترال، البوند هاي ما بين الميتال والليجند، اللون بير من بيجوا من الليجند سواء كانت مشحونة او نيوترال. فاذا عشان الليجند تعطي او تعمل بوند مع الميتال لازم يكون الاوربيتال ان اوكيبايد، اللي بده يعمل البوندينج. هاي نقطة كثير مهمة عندنا هون، انه لازم الليجندز يكونوا، او عفوا الدي اوربيتالز هذول الهايبريدايز دي اوربيتالز لازم يكونوا ان اوكيبايد. طيب نشوف الحالة الأولى، حكينا عندنا 5 كيسز رح نحكي عنهم. الحالة الأولى لكروميوم 3 بلس كومبلكس، بيكون عندي دي 3 الفالنس الكترون تبعاته، آخر شيء رح يكون عنده 3 الكترونات في الدي، هاي معنى دي 3 كومبلكس. الآن الحالة الأولى إنه أنا هذول بدي أوزع الإلكترونات هذول، لأنه 1 2 3، بحيث إنه هذول الـ 5 دي أوربيتالز بيكونوا ديجنريت. فالآن ثلاثة منهم فيهم إلكترونات، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث، هاي 3 الفالنس إلكترونز، الثلاثة فالنس إلكترونز الموجودين في الدي. الآن في هاي الحالة صفى عندي 2 دي أوربيتالز هذول فاضيين، هذول انا بامكاني استخدمهم للهايبريدايزيشن. طبعا الان احنا حكينا، احنا قاعدين نحكي على كروميوم 3 بلس دي 3 اللي هو حكينا اوكتاهيدرال كومبلكس، هذا اوكتاهيدرال، فاوكتاهيدرال معناته التهجير راح يكون اس بي 3 دي 2، وحكينا لازم الاوربيتلز يكونوا فاضيين. اذا الدي 2 هياتهم 1 2 هذول الدي اوربيتلز، بعدين بيجي عندي الفور اس، طبعا هذول الدي 2 من ال 3 دي جايات، يعني هذا الدي زد تربيع والدي اكس تربيع ماينس واي تربيع، هذول 3 دي اصلا. لان بيجي بعد ال 3 دي ال 4 اس، وبعدين بيجي عندي ال 4 بي. الان اذا انا بدي اس مع 3 بي و 2 دي، هياتهم هاي 1 اس، هاي 3 بي اوربيتلز، وهاي 2 دي. فاذا التهجين راح يكون، بنسميه طبعا احنا بنكتبه دي تربيع اس بي 3 او دي 2 اس بي 3، مش اس بي 3 دي 2. السبب انه الدي اوربيتلز هذول جايات من ال 3 دي الفاضيات، فبالتالي هم اوطى في الانرجي فبنكتبهم بالاول، فلذلك بنكتب دي 2 اس بي 3 لما نكتبها، يعني ما بنكتب اس بي 3 دي 2. طبعا الان صار عندي 1 2 3 4 5 6 اوربيتلز، هذول بنعملهم هايبريدايزيشن بصيروا الان دي جنريت، بصيروا طبعا هذول بالانرجي يعني ال 4 اس اعلى، احنا راسمينهم هون يعني بس لتوفير السبيس. هذا ال 4 اس بده يكون اعلى في الانرجي من ال 3 دي، وهذول كمان ال 4 بي راح يكون اعلى في الانرجي من ال 4 اس. لما نعملهم هايبريدايزيشن اس بي 3 او دي 2 اس بي 3 راح يصير الست اوربيتلز دي جنريت. طبعا الان النقطة اللي كنت احكي عنها هاي الكروميوم، طبعا توزيع الكترون الكروميوم العادي هاي ارجون 4 اس 1 3 دي 5، طبعا بعد ال 3 دي 5 بيجي عندي ال 4 بي، بعدين بيجي عندي ال 5 اس، وبعدين ال 4 دي، او اذا بدنا ممكن نحكي انه ال 4 دي قبل ال 5 اس. طبعا هذول فاضيين يحط فيهم 0 0 انا، لانه لما يكون فاضي بيكون ال 4 دي قبل ال 5 اس. الان الكروميوم 3 بلس راح يفقد 3 الكترونات، فالالكترون اول شيء راح يفقد من ال 4 اس هاي الكترون، بعدين راح يفقد الكترونين من الدي 5 هاي، فبصف التوزيع الالكتروني للكروميوم 3 بلس بهذا الشكل ارجون 3d3، لانه فقدنا الكترونين من هون. طبعا ال 4s فقد الكترون بس ما راح من المولكيول من الميتال، يعني موجود لكنه الان راح يرتفع بالانرجي، راح يصير 4s 4p، وبعدين بنحط 4d و5s. الان اذا في الهايبريدايزيشن عندي انا هاي 3d هذول، هاي هم هاي 3d3 فيهم الكترونات. الان شو بدي اهجن؟ بدي اهجن الان ال 3D orbitals الفاضيين اللي هم هذا 1 2 هذول 3D مع مين؟ مع 4S ومع 3 4P. إذا هاي 3 هون هياتهم هذول الاثنين، هذول ال 3D orbitals،
هاي الفور اس هي يادو بالانرجي، وهاي الفور بي ثلاثة اوربيتلز. اذا صفى عندي التهجين دي 2 اس بي 3 6 ديجنريت هايبريد اوربيتلز. هذا ال يعني الفالنس بوند التفسير، يعني الفالنس بوند ثير البوندينج في الكروميوم اوكتيدرال كومبلكسز بنطبق بشكل كويس. ناخذ كمان اوكتيدرال كومبلكس، اوكتيدرال كومبلكس يعني التهجين بتكون اس بي 3 دي 2، لكن هاي المره راح ناخذه ل اف اي كومبلكس. اذا توزيع الكتروني لل اف اي هياته توزيع الكتروني العادي، يعني هذا التوزيع الالكتروني لل اف اي يكون 4s2 3d6. الان توزيع الالكتروني لل اف اي 3 بلس راح افقد الكترونين من هون والكترون من الدي 6، فبصفي التوزيع الالكتروني عندي ارجون 3d5. بعدين حكينا ال 4s الان بما انه فاضي راح يصير اعلى بالانرجي من 3d، بعدين بيجي وراء ال 4p، بعدين بيجي وراء ال 4d. طبعا كلياتهم هذول فاضيين ولكنهم موجودين. الان التوزيع الالكتروني تبعي التوزيع الالكتروني حكينا لل 3FE3 بلس بيكون بهذا الشكل. هذا D5 عندي، هذا ال FE3 بلس 1 2 3 4 5 دي جنريت، بعدين 4S، بعدين 4P. حكينا كمان مره ال 4S وال 4P هذول بيكونوا اعلى بالانرجي. الان في عندي هذا المركب بيعمل لي نوعين من الكومبلكسز، النوع الاول بيكون لو سبين والنوع الثاني بيكون هاي سبين. يعني عندنا لو سبين وهاي سبين اف اي 3 كومبلكس اللي هو التوزيع الالكتروني والفالنس الالكترونز تبعاته هم الدي 5. في اللو سبين الان انا عندي خمس الكترونات. طبعا حكينا لو سبين معناته راح يصير في عندي السبليتنج، و بعبي خمس الكترونات في الثلاث اوربيتلز الاولانيات الدي اوربيتلز. هذول راح يكون اوطى بالانرجي من الدي زد تربيع والدي اكس تربيع ماينس واي تربيع، هذول الاثنين. فالان عبي خمس الكترونات 1 2 3 4 5. الان صف عندي اذا ايش 2 دي اوربيتلز فاضيات. طبعا انا بحاجه لتهجين بما انه اوكتاهيدرال كومبلكس بحاجه لتهجين اس بي 3 دي 2. الدي 2 هياتهم هذول الاثنين الفاضيات مع الاس هياته ومع البي، يعني زي الحاله اللي قبل شوي. فاذا صار التهجين شو اسمه دي 2 اس بي 3. دي 2 اس بي 3 بيعمل لي 6 اوربيتلز دي جنريت، كل واحد فيهم تهجينه دي 2 اس بي 3، وبنعبي فيهم الالكترونات اللي جايين من ال 6 ليجنز. الان في حاله اذا هذا اللو سبين، لما يكون المركب لو سبين زي مثلا اف اي سي ان 6 3 ماينس، هذا بيكون اف اي 3 يعني الاكسديشن ستيت 3 وبكون عنده دي 5 الكترونز. يعني هذا مثال على مركب اوكتاهيدرال اف اي لو سبين. الان اذا كان المركب عندي اف اي اف 6 يعني مش اف اي سي ان، راح يكون المركب عندي هاي سبين. طبعا كيف نعرف انه هاي سبين ولا لو سبين؟ حكينا بالماجنتيك ميجرمنتس، وطبعا في المحاضرات القادمه في الكريستال فيلد ثيوري راح نعرف مين بيعمل هاي سبين ومين بيعمل لو سبين حسب الليجند. طبعا زي ما حكينا الان بالنسبه للهاي سبين لازم يكون الدي اوربيتلز بهذا الشكل، يعني عدد الالكترونات المفرده لازم يكون اعلى من هذول. لاحظوا هون عندي الكترون واحد مفرد، هذا الان سميناه لو سبين، لكن هون عندي دي 5 كاتايون ولكن عدد الالكترونات المفردة خمسة، فهذا اسمه هاي سبين. الآن في الهاي سبين الدي اوربيتلز كلياتهم مليانين، وأنا حكينا بما إنه أوكتاهيدرال بدي أعمل تهجين اس بي 3 دي 2، يعني أنا بحاجة ل 2 دي اوربيتلز فاضيات، وهون الدي اوربيتلز كلياتهم مليانين. إذا كيف من وين بدي أجيب دي اوربيتلز فاضيات؟ بدنا ناخذ اذا ال دي 5 هذا ما لا نستطيع ان نستخدمه في التهجين. اذا انا بدي استخدم اس 1 والبي هذول ثلاثه اوربيتلز، اذا هاي اس بي 3، وبدي اخذ دي او 2 دي اوربيتلز بس من مين؟ من ال 4 دي المره هاي. يعني لاحظوا هون في المركب اللي قبل ال 2 اوربيتلز الفاضيات الدي هذول اخذناهم من 3 دي، ونفس الشيء المركب اللي قبله
التو اوربيتلز الدي الفاضيين كمان كانوا 3D، لكن في هاي الحالة الدي اوربيتلز هذول ال 3D كلياتهم اوكيبايد، فيهم كل واحد فيه الكترون. طبعا ليش كل واحد فيه الكترون؟ لانه هاي سبين، لازم يكون التوزيع الالكتروني بهذا الشكل. فاذا هون لا استطيع اني استخدم، يعني عشان اعمل اس بي 3 دي 2 لا استطيع اني استخدم الدي 3 دي اوربيتلز، لازم استخدم مين؟ ال 4 دي اوربيتلز هذول. اذا راح يكون عندي تهجين اس بي 3 دي 2 ولكن الدي اوربيتلز هذول جايين من ال 4 دي. طبعا ثيوريتيكلي هذا ممكن، ولكن هذا الهايبريدايزيشن ان رياليستيك، يعني غير واقعي. السبب انه ال 4 دي بيكون الانرجي تبعته significantly higher than ال 3 دي، فعشان هيك يعني هاي واحدة من الحالات اللي ما بتنطبق فيها ال valence bond theory على ال deep block metals. ناخذ الثلاث مركبات الامثله الاخرى. هذول الثلاث مركبات هم نيكل 2 كومبلكسز وعندهم الفالنس الكترونز دي 8. طبعا توزيع الالكتروني للنيكل هياته هي الفري نيكل 4s2 3d8، بعدين حكينا ال 4p وال 4d وال 5s هذول اعلى بالانرجي وفاضيين، هاي فيهم 0 0 0 لكنهم موجودين. النيكل 2 بلس معناته راح افقد هذول الالكترونين اللي في ال 4s، فراح يصفي عندي توزيع الالكتروني 3d8. الان خلينا نشوف الكيس الاولانيه، بحكي لي يعني كيف او اوصف الفالنس بوند ثيوري لباراماجنتيك تتراهيدرال كومبلكس. اذا انا بحاجه ل تهجين في التتراهيدرال، سوري وين رحنا، التهجين في التتراهيدرال كومبلكس، بما انه تتراهيدرال وبحكي لي ارسم او عبر عن النيكل 2 دي 8 هذا الكومبلكس، بحيث انه يكون الكومبلكس باراماجنتيك وتتراهيدرال. فاذا تتراهيدرال معناته تهجين اس بي 3، يعني انا بحاجه اني اهجن اس مع 3 بي، عشان طبعا لازم الاس ثلاثة بي هذول يكونوا فاضيين عشان يستقبلوا الكترونات من الليجنز. فلا نيجي على 3 دي اوربيتال، احنا حكينا هذا 3 دي، فهي عندي 1 2 3 4 5، فبنعبي الثمان الكترونات بهذه الطريقة. طبعا لاحظوا هون اصلا انا الدي هذا مش بحاجته اعمل، هو اصلا مش فاضي وانا مش بحاجته، يعني مش بحاجة اني اعمل هايبريدايزيشن في دي لانه تتراهيدرال. فالتهجين اذا راح يكون ما بين الاس الفور اس والفور بي الآن، وبعدين بيجي الإلكترونات من الليجنز بتعبي الأوربيتلز هذول. الآن الرسم الثاني بيحكي لي ارسم باراماجنتيك أوكتاهيدرال كومبلكس. باراماجنتيك أوكتاهيدرال معناه بده يكون إذا بحط الخمسة دي أوربيتلز بعبي فيهم ثمان إلكترونات، فالآن هاي الثمان إلكترونات الآن بما إنه أوكتاهيدرال معناته التهجين شو لازم يكون؟ sp3d2. بما انه هذول 2D orbitals مليانين معناته لا استطيع ان استخدمهم في الهايبريدايزيشن، يعني كمان مره هون في هاي الحاله لازم استخدم مين؟ ال 4D orbitals عشان اعمل sp3d2، وزي ما حكينا هذا unrealistic لانه ال 4D كثير اعلى بالانرجي. طيب نشوف السلايد اللي بعد. اخر مثال عندنا هون هو كي لي ارسم باستخدام الفالنس بوند ثيوري الهايبريدايزيشن لسكوير بلانر كومبلكس اللي هو طبعا النيكل. طبعا بما انه سكوير بلانر معناته راح يكون تهجين اس بي 2 دي، وحكينا الدي لازم يكون فاضي، اس فاضي، واثنين بي فاضيات. المطلوب يعني بحكي لي دايماجنتيك سكوير بلانر، دايماجنتيك يعني ما لازم يكون عنده الكترونات مفرده، يعني لا استطيع اني ارسمه بهذا الشكل، لا استطيع ان اوزع خمس الكترونات بهذا الشكل، عفوا الثمان الكترونات لا استطيع ان اوزعهم في الخمس اوربيتلز بهذا الشكل، يعني ما لا استطيع ان اوزع 1 2 3 4 5 وبعدين ارجع اعمل بيرنج 6 7 8، لانه راح يصفي عندي 2 الكترونز هنا انبيرد، واذا كان 2 الكترونز انبيرد ما بيكون دا ماجنتيك. فالطريقه الوحيده اني انا اوزع فيها 8 الكترونات هي هيك، انه استخدم أربعة من الخمسة دي أوربيتلز وكل واحد يحط فيه إلكترونين، فهيك بصير دايما ماجنتيك لأنه كل الإلكترونات معمولهم بيرنج. الآن صفى معناته عندي أنا دي أوربيتل خامس هذا فاضي، فإذا واحد من الدي أوربيتلز هذول راح استخدمه،
وبعدين راح استخدم طبعا بما انه سكوير بلانر معناته تهجين اس بي 2 دي، فاذا هذا الدي هذا جاي من ال 3 دي هاي اللي هو الاوربتر الخامس الفاضي، وبعدين عندي الاس هاي الاوربتال، اذا هاي دي واس واثنين من هذول البي. وحكينا طبعا احنا في السكوير بلانر كومبلكسز ما بيكون في عندي في ال زد اوربتالز، يعني ما بيكون في عندي بي زد ولا بيكون في عندي اي دي اوربتال في زد كومبوننت. اذا حكينا هذول اصلا هم عباره عن البي اكس والبي واي والدي اكس تربيع ماينس واي تربيع مع الاس. طبعا هذا unusual type of bonding، يعني مش من البوندينجز المعروفين او اللي احنا يعني مروا معانا انه كيف بنعبي 8 الكترونات في 4 اوربيتلز وبنترك الخامس فاضي. ولكن هذا طبعا هيك كطريقه لتفسير البوندينج، الكومبلكس هذا موجود، ولكن هيك التفسير بيكون تفسير ضعيف اصلا. لذلك احنا بحاجه ل different model للبوندينج اللي هم الكريستال فيلد ثيوري والليجند فيلد ثيوري اللي راح نحكي عليهم ليتر. طبعا الفيلنس بون ثيوري باستخدامها نستطيع ان نفسر ستيريو كيميكال بعض الستيريو كيميكال والماجنتيك بروبرتيز لما يكونوا يعني بس يعني على مستوى فيري سمبل. لا نستطيع ان نفسر الالكترونيك الكترونيك سبكترا، ولا نستطيع ان نفرق ما بين الفورميشن لهاي سبين ولو سبين كومبلكسز. لذلك زي ما حكينا احنا بحاجه ل الاذر ثيوريز اللي راح نحكي عنهم في المحاضرات القادمه ان شاء الله.